السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بكم وحلقة جديدة. اليوم نحن على موعد مع درس من دروس قصة شجرة الضر والفصل التاسع بعنوان الوحدة طريق النصر. بسم الله نبدأ. السؤال الأول: لما غضب الشعب العربي وعلى ما كان الصراع؟ غضب الشعب العربي للفرقة والانقسام والخلاف الناشب بين حكامه من الملوك والأمراء، وكان الصراع من أجل السلطة والحكم والمال. ماذا تمنى المخلصون في الوطن العربي؟ وماذا فعلوا لجمع الشمل؟ تمنى المخلصون اتحاد الحكام وتوجيه الجهود لمحاربة العدو. أما عن الفعل فقد قاموا بتأسيس جمعيتين، إحداهما في القاهرة والأخرى في دمشق. ما المبررات التي أدت لتكوين جمعيتين سريتين؟ الفرقة والانقسام والخلاف الناشب بين حكام العرب من الملوك والأمراء. ما دور الجمعيتان السريتان أو ما هدف الجمعيتان السريتان؟ أما عن الدور والهدف فكان نشر الوعي القومي وبث الكراهية للفرنج ومن يلوز بهم وتوحيد الصفوف وتعبئة القلوب ليوم الفصل. كانت هذه الجمعيات سرية وذلك خوفا من القبض على أعضائها أو قتلهم. ما أهم عوامل النصر على الأعداء؟ الإخلاص والوحدة وقوة الوعي القومي. أين تكونت الجمعيتين ومن أبرز أعضاؤهما؟ من أبرز أعضاء الجمعيتين جمعية دمشق الشيخ عز الدين ابن عبد السلام، أما أبرز أعضاء جمعية القاهرة فكان أبو بكر القماش. ماذا تعرف عن الشيخ العز ابن عبد السلام؟ هو عالم كبير عرف بصراحته وشجاعته في الحق ومواجهته المخطئين بأخطائهم، ولم يكن يخاف أحدا ولا يخشى غير الله. ماذا تعرف عن أبو بكر القماش؟ هو تاجر مصري شهم خصص جزءا كبيرا من ثروته الواسعة للجهاد في سبيل الوطن وفي سبيل الله، وقام بدور كبير في التمهيد لعودة نجم الدين إلى مصر. ما موقف نجم الدين وشجرة الضر من هاتين الجمعيتين؟ أما عن موقف نجم الدين، ساعد نجم الدين جمعية القاهرة على الجهر برأيها منذ توليه حكم مصر ودعم جهودها. أما موقف شجرة الضر فقد تقربت إلى الشعب بالعطاء الوافر ورعاية المحتاجين والعطف على البائسين، كما وثقت علاقتها بالنساء فأحبوها. رضا الناس غاية لا تدرك، وضح ذلك من خلال دور نجم الدين. اجتهد نجم الدين في إصلاح البلاد ورد المظالم وتثبيت قواعد المملكة وتعمير ما أفسده العادل وحاشيته، لكن هذه السياسة لم ترق في أعين الحاقدين فعملوا على هدمها، واجتمع إليهم كل حاسد وناقم. كان نجم الدين نموذجا طيبا للحاكم المسؤول عن رعيته، وضح ذلك. اجتهد نجم الدين في إصلاح البلاد ورد المظالم وتثبيت قواعد المملكة وتعمير ما أفسده العادل وحاشيته. كيف استطاع السلطان نجم الدين كشف هؤلاء الحاقدين وما تصرفه إزائهم؟ كشفهم عن طريق عيونه وأعوانه الذين يوافونه بكل كبيرة وصغيرة في البلاد، وقبض عليهم وصادر أملاكهم وأموالهم وقتل عددا منهم، ومن لم يلحق به هرب إلى دمشق ولجأ إلى الصالح إسماعيل. أما داود فقد عاد إلى الكرك ومعه ورد المنى ونور الصباح وسوداء بنت الفقيه. على ما اتفق الصالح إسماعيل مع الفرنج ولماذا؟ اتفق معهم على أن ينصروه على نجم الدين مقابل حصولهم على البلاد التي يريدونها
لأن إسماعيل علم باستعداد نجم الدين للقائه كما علم بما صنعه بالأمراء الحاقدين، فاشتد فزعه وقرر مبادرة نجم الدين قبل أن يسير إليه. من أطراف هذا الاتفاق العجيب ولماذا سمي بالعجيب؟ أطراف هذا الاتفاق العجيب هم الصالح إسماعيل والفرنج وصاحب حمص وصاحب حلب، وسمي هذا الاتفاق بالعجيب لأنه اتفاق بين نقيدين وعدوين. ماذا فعل أعضاء جمعية القاهرة بعدما علموا بخبر هذا الاتفاق؟ دعوا المسلمين إلى الجهاد والتطوع بالأنفس والأموال لمحاربة الفاسد إسماعيل، ووقف المخلصون لوطنهم ضد هذا الاتفاق موقفا مشرفا، وضح ذلك. دعوا إلى الجهاد وتطوع بالأنفس والأموال لمحاربة الفاسد إسماعيل الذي تضامن مع الأعداء. بما أذن إسماعيل للفرنج وماذا ترتب على ذلك؟ أذن إسماعيل للفرنج بدخول دمشق لشراء السلاح منها، والذي ترتب عليه هو غضب أهل دمشق غضبا شديدا. علل: ازداد غليان صدور أهل دمشق ضد الصالح إسماعيل لأنه أذن للفرنج بدخول دمشق لشراء السلاح منها الذي سيقاتل به نجم الدين. ما موقف علماء الإسلام من الصالح إسماعيل؟ أفتى جميع علماء المسلمين بتحريم بيع السلاح للفرنج. لماذا اعتقل إسماعيل الشيخ العز بن عبد السلام، ولماذا اضطر للإفراج عنه؟ لأن الشيخ عز الدين بن عبد السلام جهر بفتواه في الجامع الأموي بدمشق بأن الملك الذي أباح بيع السلاح للفرنج خارج عن دين الله ولا يصلح أن يكون ملكا للمسلمين، وقطع الدعاء للإسماعيل في خطبة الجمعة. أما عن سبب اضطراره للإفراج عنه، لأن أنصار الشيخ ابن عبد السلام أخافوا إسماعيل من عاقبة عمله واضطروه إلى الإفراج عنه. ما المفاجأة التي حدثت أثناء التقاء الجيشين وما نتيجتها؟ انحاز كثير من جيش الشام إلى جيش مصر بتدبير من جمعية دمشق، والنتيجة قتل الكثير من الفرنج وأتباع إسماعيل وهروب إسماعيل إلى دمشق. ما النصر الذي حققته مصر وكيف تحقق؟ حققت مصر نصرا كبيرا، فقد انتصرت على الصالح إسماعيل ومن معه من جنود، وقد تحقق بفضل انضمام الكثير من جيش الصالح إسماعيل إلى جيش مصر. ماذا كان يتمنى نجم الدين ولماذا لم يتحقق ما تمناه؟ كان نجم الدين يتمنى أن يكون على رأس الجيش الذي هزم جيش إسماعيل والفرنج، ولكن لم يتحقق ما تمناه بسبب المرض الشديد. بماذا أقنعت شجرة الضر نجم الدين ولماذا؟ أقنعت شجرة الضر نجم الدين بضرورة البقاء في مصر وألا يذهب معهم لقتال الصالح إسماعيل، لأن إصلاح البلاد لا يقل أهمية عن الجهاد ضد الأعداء، كما أنه يعاني من مرض شديد. الأفراح أعقبتها أحزان، فما هي الأفراح وما هي الأحزان؟ الأفراح كانت انتصار جيش مصر على عدو الله الطالح إسماعيل، أما الأحزان فهي موت ابن نجم الدين خليل بعد مرض شديد. في غمرة أفراح نجم الدين وشجرة الضر بالانتصارات حدث ما يؤلمهما، وضح ذلك. حيث مات ابنهما الخليل ولم تفلح معه محاولة الأطباء. كيف خفف نجم الدين من أحزان شجرة الضر؟ أخذها في رحلة نيلية لرؤية آثار مصر في جنوب الوادي، وقام معها برحلة أخرى إلى أحضان الريف في شمال البلاد للاستمتاع بالهدوء.
لماذا غضب نجم الدين وتعكر مزاجه وماذا قرر؟ غضب نجم الدين بسبب هجوم الصالح إسماعيل على حمص، وقرر أن يذهب على رأس جيش كبير، وأقسم ألا يعود إلا بعد قتله. علل: رأى شجرة الضر بعدم القبض على الأمراء ومن بينهم داود لتهدئة الموقف، وأخذهم واحدا بعد الآخر منعا للإثارة والتعصب وإشاعة الخبر بأنهم سيقبضون عليهم، ومنهم داود، فلما سمع ذلك فزع وفر إلى الكرك. وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة. إذا كان لديكم أي استفسارات فاتركوها في التعليقات، وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو حتى تعم الفائدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.